من بعد هذا النقاش الجميل اللي كان بيني وبين أختي غادة حول الأشياء اللي تدور عندنا في مجتمعنا، خلونا نروح حق موضوعنا لهذا اليوم، واللي هو يتسابق أفراد المجتمع الكويتي بالمبادرة والتطوع لكل ما هو فيه خير لهذا الوطن المعطاء، والإسهام بالمبادرة لكل ما يعني من ما شأنه أن يبرز العمل الإنساني لديرتنا الحبيبة الكويت يا غادة. أكيد هاشم، رابطة شباب من أجل القدس آثروا على نفسهم المساهمة ومساعدة أشقائنا في غزة بسواعد كويتية، متطوعين من أجل الخدمة المجتمعية، واليوم نسلط الضوء على رابطة شباب من أجل القدس، ونرحب بعبد العزيز عبد الله الدمخي المتحدث الرسمي باسم رابطة شباب لأجل القدس الكويتي. حياك الله والساعة المباركة. الله يحييكم فيكم يا رب، وساعتنا أبرك، وشاكر لكم هذه الاستضافة اللي يعني ما هي غريبة على تلفزيون الكويت، اللي يعني يبرز دور الشباب الكويتي أو دور العمل التطوعي في دولة الكويت، وخصوصا يعني في هذه الأيام نحن نتكلم عن الأيام اللي تدور فيها الأحداث في غزة وفي معركة طوفان الأقصى. جميل جدا. رابطة من أجل القدس أخوي عبد العزيز، شنو هي بداية الفكرة، تشكيل هذه الرابطة، متى تأسست؟ قل لنا عن هذا، عن هذه الأشياء المنوطة بالرابطة. أول شيء، رابطة شباب لأجل القدس هي موجودة في كذا دولة، ما هي بدولة الكويت بس. رابطة شباب لأجل القدس يعني إحنا نقدر يعني قضية فلسطين هي قضية ممتدة يعني من سنوات عديدة، تقريبا 75 سنة. فلما إحنا نتكلم عن إقامة هذا الفريق، يعني هم مو شيء مستغرب كون إحنا عندنا قضية يعني هي تمسنا، وقضية الأمة الإسلامية أجمع. ف ان احنا نقوم بفريق تطوعي يعني من اجل ان احنا نساهم في توعيه الشباب تحديدا يعني بشكل خاص، والمجتمع الكويتي بشكل عام والناس جميعا في من اجل هذه القضيه. فيعني احنا هذا هو نقدر نقول جهد بسيط واضعف الايمان ان احنا نقوم بهذا الدور. ف يعني قيامنا بهذه الرابطه هدفه واضح، ان احنا نوعي الناس، وان احنا يعني نجمع الامه والشباب تحديدا على قضيه القدس وقضيه فلسطين. جميل جدا، الهدف جلي واضح مثل ما قلت حضرتك استاذ عبد العزيز. خلينا نروح معاك لطبعا اعمال وانجازات هذه الرابطه الجميله اللي انتم قاعد تقومون فيها، من انجازات جميله ايضا، لكن جهودكم تتطلب السفر، شلون تشوفون تقبل الناس، تفاعلهم معاكم، اقبالهم عليكم، خاصه وانكم تحتاجون إلى أنكم تكونون خارج البلاد؟ والله أنشطة الرابطة، يعني إحنا نتكلم اليوم عن أنشطة الرابطة شباب القدس في الكويت، يعني إحنا عندنا الأنشطة اللي نقوم فيها غالبيه ترى أنشطة إحنا نقيمها داخل الكويت. داخل. إيه، نفس ما إحنا نتكلم عن قبل تقريبا شهرين إحنا أنهينا مشروع سفراء لأجل القدس في نسخته السادسة. حلو. جميل. قاعدين نشوف بعض من أنشطتكم. إيه، هذا المشروع هو مشروع سفراء لأجل القدس السادس، نسخته السادسة. نقوم فيه بأول شيء، يعني هو ينقسم إلى جانبين. الجانب الأول هو الجانب النظري، محاضرات توعوية للشباب اللي يسجلون في هذا المشروع، والقسم الآخر هو القسم العملي، يكون في شباب مثلا يقومون يعني بمشاريع عملية، مثلا فكرة أن إقامة معارض، إقامة حتى بعض الأشخاص كان عنده فكرة أنه يسوي لعبة حق الأطفال. هذه اللعبة يعني الطفل يلعبها كتسلية، لكن هي بالنهاية راح تغرس في هذه القضية، وتغرس في مفاهيم القضية وأن حب المسجد الأقصى. فهذه فكرة المشروع. المشروع يعني اليوم نتكلم عن السنة هذه كانت السنة السادسة لهذا المشروع. حتى في زمن كورونا إحنا ما وقفنا، في زمن كورونا كان المشروع يقام على الأونلاين. صحيح. فالمشاريع هذه يعني ان احنا مستمرين فيها، سواء في حربنا اليوم في طوفان الاقصى او حتى على مدار العام. يعني جميل جدا اخوي عبد العزيز، لو نتكلم عن دور مؤسسات المجتمع المدني اليوم في يعني في مثل ما يقولون في حرب طوفان الاقصى، شنو واجبنا برايك اليوم؟ شلون نقدر نساهم بهذه الحرب؟ شنو الطرق اللي احنا نقدر ان نساهم فيها؟ دور مؤسسات المجتمع المدني في الكويت في معركة طوفان الأقصى، أنا أحب أسميها معركة، ما أحب أسميها حرب، لأن الحرب هي قائمة من 75 سنة. صحيح. إحنا اليوم في جزء من هذه الحرب القائمة، فإحنا اليوم في معركة. اليوم مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، يعني أنا أخاف أذكر جهة وأنسى جهة أخرى، يعني جميع المؤسسات تكاد لا تكون هناك أي مؤسسة إلا وقامت بدور جميل من أجل هذه
هذه يعني من اجل نصره اخواننا هناك. لما اتكلم اليوم عن جهه معينه جمعيه السينمائيين كان اسمها كذي سوت مثلا فيلم عن القضيه الفلسطينيه حطت فيلم عرضته وكذلك جابت ناقد يتكلم عن هذا الفيلم. اتكلم احنا اليوم عن اتحاد الطلبه في جامعه الكويت اقام موقف تضامنيه. نتكلم عن يعني القوة الطلابية في الكويت من جميع الجامعات ومن جميع سووا عندنا جهزوا مفاتيحكم صحيح وان شاء الله يعني في وقفة قادمة باكر ان شاء الله صحيح. فيعني المؤسسات يعني احنا نتكلم ان جميع المؤسسات المجتمع بكافة اطيافها بكافة ايديولوجياتها كلها مجتمعة من اجل قضية واحدة وهي قضية فلسطين والمسجد الأقصى. لما احنا شنو واجبنا احنا اليوم تجاه هذه القضية؟ احنا عندنا واجبين سواء كمؤسسات او كأفراد. كمؤسسات واجبها ان هي تستمر في تقديم هذه الأعمال وإقامة هذه الفعاليات. واجبنا كأفراد يعني انا اليوم اتكلم احنا عندنا عدة واجبات زين، لكن في واجب هو اهم واجب وهذا اخشى ما اخشاه انا اليوم علينا احنا جميعا. الواجب هذا ان احنا لازم ما نعتاد المشهد. صحيح. المشهد اليوم 20,000 شهيد لازم إحنا ما نعتادهم. 20,000 هذا مو مجرد رقم. 20,000 الواحد منهم عنده حلم عنده طموح عنده مستقبل عنده حياة. كل واحد فيهم عبارة عن قصة حتى لو كان عاش يوم. إحنا شفنا عندنا الجنين اللي أو الطفل اللي ما عنده شهادة ميلاد بس كان عنده شهادة وفاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. فإحنا لازم ما نعتاد هذا المشهد. اعتيادنا على المشهد راح يقتل القضية. لازم إحنا ما نتهاون. الله سبحانه وتعالى شنو يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم. صح احنا قاعد نتألم بالنسبه لهذه المشاهد، لكن ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. لكن شنو الفرق بيننا وبينهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فاحنا لازم ما نعتاد المشهد، لازم ما نتهاون، لازم نستمر في حملاتنا في دعمنا لاخواننا هناك سواء بالكلمه بالصوت بال 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 بالاستغناء. انا ما احب اسمي مقاطعه، المقاطعه هي تعني ان احنا بعد فتره راح نرجع. بكل فخر اليوم احنا نقول يعني وكثير من الشعب الكويتي يقول ان انا استغنيت واكتفيت بالمنتج المحلي والمنتج العربي، انا ما يعني مو بس قاطعت. فانا اثبت على كلامك ان احنا يفترض ان نستغني وما نقاطع. اي الاستغناء يعني هو فكر ان حتى لو انا ما حصلت بديل خلاص يعني. انا يعني قبل دخول مثلا المنتجات هذه ما بذكر اسامي الشركات، لكن قبل دخول المنتجات هذه الى الكويت هل اجدادنا ما كانوا يقدرون يعيشون؟ كانوا يقدرون يعيشون. صحيح. فاحنا حد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على يعني قدر يعيش ايام على ما يتمر. احنا بالنسبه لشركات معينه لمشروبات او ماكولات انا اقول انا ما اقدر، لا انا اقدر اعيش فعلا يعني. نقول احنا الله يبارك في جهودكم وعطائكم هذا الجميل، لكن هذه الجهود لابد لها من شراكات مجتمعيه مع مؤسسات مع جهات معينة حتى تقوم بشكل صحيح وتنجز بالنجاح المرجو لهذه الرابطة. خلينا نتكلم عن هذه الشراكات. طبعا الشراكات مع جهات عديدة احنا نتكلم داخل الكويت سواء على المستوى الحكومي او على المستوى المدني. لما احنا يعني اخص بالذكر المشروع الاخير اللي كان مشروع سفراء القدس 6 كان بشراكة مع عدة جهات سواء كانت فرق تطوعية أو حتى كان عندنا مع الهيئة العامة للشباب. كانت هيئة عامة للشباب ترعى هذه الفعالية وكان وجودهم معنا مثمر، وأي شيء أنتم تحتاجون إحنا موجودين. فهذه الشراكات هي يعني تساعدنا ان احنا نستمر بهذا العطاء، واحنا يعني احنا منكم واليكم نقول للمجتمع الكويتي سواء الحكومه ولا المجتمع، احنا منكم واليكم. يعني احنا ما كنا راح نقدر نستمر لولا هذه الدعوم ولولا هذه يعني الشراكات وهذه النجاحات. حتى احنا عندنا اليوم في معرض الكتاب كان الاخوان في مكتبه حزايه مسوين يعني يوم للطفل يعني يعلمونا على القضيه الفلسطينيه عن طريق القصه وكذا، فكنا احنا مشاركين معاهم في هذا اليوم. فيعني الناس ما يقولون الحزمه اذا كانت مجتمعه توقف واذا تفرقت تطيح. الحين خلينا ننتقل حق التطلعات والخطط المستقبليه قبل ان نختم هذا اللقاء الجميل اللي مليان عقيده فلسطينيه. الله يسلمك. تطلعات المستقبل يعني احنا نطلع ان احنا مستقبلا نوصل لمستوى اكبر، نوصل لعدد اكبر لشريحه اكبر. يعني احنا في المشاريع اللي طافت كنا نجذب شريحه من الشباب، هذه الشريحه يعني توصل الى عدد معين واحيانا تتجاوز ال 100 شخص. احنا نطمح ان احنا نوصل عدد اكبر، ليش لا؟ صحيح. خصوصا اليوم يعني المعركه الطوفان الاقصى اعادت احياء هذه القضيه فينا.
سواء احنا نشوف في المدارس، احنا نشوف في على مستوى الجامعات، على مستوى جميع المستويات. سوت لنا تقويم كامل بالضبط، خلينا نقول حق تعاملاتنا، تصرفاتنا، اخلاقياتنا وغيره من هذه الامور. بالضبط، يعني اليوم يعني مع اعاده احياء هذه القضيه فينا، يعني جعلت منا ترى كل المقاومين. صحيح. يعني اسمه قال الدكتور عبد العزيز الصقعبي في مجلس الامه، قال المقاومه ما هي الفصائل الفلسطينيه فقط، قال المقاومه هي كل روح وقلب ينبض في ارض فلسطين. لكن انا ازيد على كلام الدكتور ان المقاومه هي كل فرد يستطيع ان يقوم باي عمل وان كان بسيط تجاه اخواننا هناك. فيعني احنا نطمح ان احنا يعني يكون عندنا كثير من المقاومين. أكيد. إن إحنا نوسع شريحة المقاومين في المجتمع الكويتي. فيكم البركة، وإن شاء الله دائما تكون هذه العقيدة وتكون القضية الفلسطينية هي دائما نكون وراها حتى ترجع فلسطين إلى الخارطة وتكون هي دولة فلسطين بكل ما فيها من منظومة. شاكرين لوجودك. الله يسلمكم، الله يجزاكم خير على هذه الاستضافة. ويعني ما هي غريبة عليكم. الله يحفظك. كل الشكر حق أخونا عبد العزيز عبد الله الدمخي، المتحدث الرسمي باسم رابطة شباب لأجل القدس من الكويت. وين بنروح؟ بنروح للأمن السبراني. وما أدراك ما الأمن السبراني؟ فقرتنا الجاية راح تتكلم عن التكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل صحيح عن طريق الأمن السبراني. خلونا نروح للزميل محمد الرشيدي ونشوف شنو عنده من معلومات تهمنا وتهمكم.